بين المنابر الإعلامية أجيال كرسيف بالخصوص، لأن هذا تصريح المنبر الإعلامي ديال أجيال كرسيف. وتنخبركم على أنني عاوتاني تعرضت لهجوم أخر عاوتانية، وداك الشيء كنت كيتوعد به القائد نفذوه حرفيا، لأنه جا وهدم لي الطواليت ديالي عاوتاني من جديد. وهاد المرة هادي كانت مختلفة على المرة اللي فاتت، على لأنني جلست في ذاك المرحاض مبغيتش نخرج ليهم، وكان طالب ديك الحقوق اللي قلت له ودي راه مايمكنلكش تطيح ليا، لأن الأمر دابا بيد العدالة. راه كاين الامر، الشكاية عند الوكيل، السيد وكيل الملك، والشكاية عند السيد العميل، يعني سيد يثبت التحقيق اللي كنت طلبته. ومن بعد الا جيت تهدم مرحبا بك. فتعنت قال لك لا هذا غادي يهود، غادي يهود. واخا قلت له غادي يهود، عطاني الرخصة نتاع الهدم. قال لك لا غادي يهود، ما كاين لا رخصة لا والو، غادي يهود غادي يهود. المهم انا تعنت معاهم، قلت لهم اودي انا ما غنخرجش من هذا الاخر، بغيتو تطيحوا عليا طيحة، بغيتو تعطوني القانون باش نخرج سلميا نخرج. وخيرتهم، خيرت قوات السلطه، الجندارم والاخر، يعني بكل تهذيب، ما كاين لا عنف لا والو. قلت لهم عطوني ورقه ديال الاعتقال، نخرج معاكم بكل هدوء، او لا عطوني القرار نتاع الهدم ونخرج معاكم. ما بغيتوش يطيحوا عليا ولا شوفوا كيفاش غادي ديروا. وفي الاخير خرجوني يعني بالقوه، خرجوني وداروني في السياره نتاع القوات المساعده، وهدموا لي هذا الاخر هنايا، وتهز تاع الجيران هنا كان عندي، وتا هو جابوه لي حطوه لي قدام الباب. ما عرفتش انا واش عندي الزباله هنا ولا ما عرفتش عندي. وكنعاود كنأكد المطالب ديالي الحقوقيه، يعني اللي كنت طالب فيها في البدايه، زائد انني كنت نضيف واحد الحق اخر، وهو يعني عوضني في هذا الشيء. هادشي خصو تعويض، لان راه خسرنا فيه فلوس، وعاودوا لجهد دم عاود مره ثانيه. وشكرا لكم.